بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في دورة أكشن سكريبت 3 تحت رعاية أكاديمية عمق ووقف أونلاين. النهاردة إن شاء الله معادنا مع الدرس السادس، هنتكلم فيه عن الـ variables. الـ variables دي من أشهر المصطلحات اللي أنت هتسمعها وأنت بتتعلم أي لغة برمجة، تمام؟ يعني إيه بقى variables؟ الـ variables دي او الفاريابل او المتغير ده عبارة عن مكان بتدي له اسم، مكان في الذاكرة بتدي له اسم وبتدي له قيمة، اما ان انت بتدي له قيمة مباشرة او بتسيب القيمة للمستخدم النهائي هو بيدخلها براحته، تمام؟ حسب التطبيق بتاعك اللي انت ايه اللي انت بتعمله. طيب اتفقنا ان هي مكان في الذاكرة بتحجزه في الذاكرة باسم معين، بتقول ان المكان ده اسمه كذا ونوع البيانات اللي فيه هيبقى كذا، تمام، وقيمته كذا. ثلاث حاجات، يبقى اسمه، يبقى اسم المتغير، نوع البيانات اللي هتكون فيه ايه، وقيمة البيانات اللي هتكون فيه ايه، تمام. تعالوا كده نعلن عن متغير بسيط ونشوف ايه شكله. اي متغير هعلن عنه في الاكشن سكريبت هكتب كلمة var. var اختصار كلمة variable اللي هي أول حروف، أول ثلاث حروف زي ما انتم شايفين كده var، تمام. هسميه مثلا name، طيب خليها my name، my name، تمام، ده اسم متغير. هعمل الكولن، هيبدأ يقول لي الكود هنتنج نوع المتغير بتاعك ايه، يبقى var ده الكيورد بتاعتي بتاع الاكشن سكريبت، القيمة المحجوزة، تمام. ماي نيم ده اسم المتغير، اللي بعد الكولن ده نوع البيانات اللي هتكون في المتغير، وليكن مثلا اسمي ده هيكون نص، فبالتالي هيكون ايه؟ هيكون سترينج، تمام. السترينج ده نوع الخطوط. هنعرف كل حاجة دلوقتي، بس خلينا دلوقتي في ايه، في طريقة تعريف المتغير. خلاص هكتب يساوي، تمام، السترينج لازم افتح علامات تنصيص، هكتب مصطفى، تمام، وهكتب علامات تنصيص تاني عشان ده سترينج، لازم احط سيمي كولن. السيمي كولن دي ما اتكلمناش عنها، اي جمله خاصه او منفصله بنفسها في الاكشن سكريبت وتقريبا في كل لغات البرمجه لازم تحط سيمي كولن. السيمي كولن دي لو سبتها هتعمل لك مشاكل سينتاكس ايرورز كتيره جدا، تمام، لانها هتدخل الجملتين في بعضيهم اللي هي في السطر ده واللي في السطر اللي بعديها، تمام. يبقى انا هنا عرفت ايه، ان انا بعمل بكتب كلمه var، بحط اسم المتغير ايا كان الاسم اللي انا مختاره، والشروط للتسميه هنعرفها دلوقتي، مش بسمي اي اسم على فكره، تمام. هنا بكتب نوع البيانات او الداتا تايب بتاعتي، هنا بعد يساوي بديله القيمه وبحط سيمي كولن. خلاص طيب ناخدهم بقى واحد واحد، ايه الاسم بتاع المتغير ده وايه شروط تسميه الاسامي. اولا قبل ما نتكلم على التسميات لازم نعرف ان الاكشن سكريبت كيس سنسيتيف، يعني لغه حساسه لحاله الاحرف. لو انا هنا كتبت ماي نيم بالان كابيتال ورحت ناديت عليه بعد كده بالان سمول مش هيرد عليا خالص، ده مش بتاعي، مش تبعي، خلاص. طيب هيكون متغير تاني مختلف، يبقى لازم اخد بالي من حالة الحروف كابيتال ولا سمول. ثانيا لو انا عملت كده قلت var مثلا 5 name، ده تسمية غلط المتغير، المتغير المفروض ما يبدأش برقم. طيب لو قلت var ورحت عامل علامة خاصة مثلا الدولار ساين ورحت كاتب name، ده غلط كمان في الاكشن سكريبت. طيب المفروض ابدأ بايه؟ المفروض ابدأ بحرف من الحروف اللي عندي اللي هي الحروف حروف اللغة اللي عندي، حروف اللغة الإنجليزية، تمام، كابيتال أو سمول مش هتفرق، أو
باندرسكور. العلامات الخاصة الوحيدة المتاحة هنا اللي هي الاندرسكور. لو كتبت هنا اندرسكور نيم ده مقبول، ده صح خلاص. طيب لو انا كتبت نيم ورحت عطيت له رقم في الاخر، تمام، ده صح برضو خلاص. يبقى ما تستخدمش علامات خاصة في اسماء المتغيرات الا الاندرسكور، واستخدمها في اي مكان، في الاول او في الاخر او في النص براحتك، تمام. وما تستخدمش الارقام غير في النص او في الاخر، ما تستخدمش الارقام في اول المتغير، تمام. ده بالنسبه لايه؟ بالنسبه لشروط تسميه الايه المتغيرات. يبقى ده شرط شروط الاسم، يكون بادئ بحرف، ما يكونش بادئ برقم، وما تستخدمش فيه اي علامات خاصه غير الاندر سكور، تمام. طيب بالنسبه بقى للداتا تايبس او انواع البيانات، انا لازم احدد ايه نوع البيانات اللي هيحمله المتغير ده اللي هو اسمه قيمه، تمام. ليه؟ لان نوع المتغير ده مثلا اللي هو السترينج اللي هو قيمته مصطفى هنا ده نص، فبالتالي مثلا وليكن انا بقول لك اجمع لي مصطفى واحمد، الكلام ده مش منطقي، تمام، لان الجمع عامه والطرح والعمليات الحسابيه بتتم على نوع بيانات اللي هو الارقام. فهنا لازم افرق ما بين انواع البيانات. عندنا ايه في انواع البيانات اللي موجوده عندنا؟ عندنا اول نوع اللي هو سترينج اللي احنا خدناه ده متغير نصي، ده قيمته بتكون نص، والنصوص لازم في القيمه بتاعتها احطها بين كوتيشن ماركس او علامات ايه؟ علامات تنصيص، وبراحتي جوه علامات التنصيص اكتب اي حاجه، مصطفى عيد، خلاص براحتي. طيب في ايه تاني؟ على في ايه تاني الداتا تايبس انواع البيانات؟ تعال نشوف كده. عندنا فار مثلا ماي نم، نوع بيانات عندنا اسمه نمبر، اسمه ايه؟ نمبر، اللي هو المتغيرات الرقمية. المتغير الرقمي ده بيحمل او بيحتمل كل انواع الارقام، الارقام الصحيحة، الارقام الصحيحة السالبة والموجبة والاعداد العشرية، اي رقم بيندرج تحت ايه؟ تحت النمبر، تمام. ده الباكج الاساسية بتاع الايه؟ بتاع النمبرز، تمام. هنقول يساوي مثلا اي رقم من غير علامات تنصيص، وليكن مثلا 55، تمام، واحط سيمي كولون. ده نوع بيانات عندي تاني اسمه ايه؟ اسمه نمبر، تمام. طيب عندنا كمان نوع بيانات تاني var num2 مثلا، اي اسم، اسمه int. int ده اختصار integer. integer او نوع البيانات integer ده بيانات الاعداد الصحيحة، او ده نوع البيانات بتاع الاعداد الايه الصحيحه، السالبه والموجبه، تمام. طيب يعني مثلا ده يقبل مني 50، تمام، ويقبل مني 0، تمام، ويقبل مني سالب 50 مثلا، تمام. يبقى يقبل مني موجب وسالب، ويقبل مني ايه؟ ويقبل مني 0، خلاص. احنا هنكتب اي رقم مثلا 22 22، خلاص. طيب عندنا نوع بيانات تاني نكتب var num3 مثلا، اسمه uint. uint، تمام، ده نوع بيانات الاعداد الصحيحة الموجبة، يعني ده ما ينفعش اديله قيمة مثلا بسالب 50 زي ما قلت قبل كده، أو سالب 10، أو سالب 1، كده غلط. بيحتمل كل الأعداد الموجبة ومعاهم الصفر، يعني أعطيته صفر كده ده صح، هيقبل معايا، مش هيديني أخطاء إيه؟ أخطاء في السنتاكس أو في أي حاجة تاني، خلاص. لو أعطيته صفر أو أعطيته أي رقم موجب هيشتغل معايا إيه؟ هيشتغل معايا تمام، تمام. طيب نكتفي بالانواع البيانات دي دلوقتي عشان نشوف نكمل بقية كلامنا عن ايه؟ عن الفاريبلز.
تمام. عندنا هنا قلنا ان السترينج بدله القيمه بعد الساوي، النمبر نفس الكلام، الانت نفس الكلام، واليو انت نفس الكلام. ليه بقى سمينا الكلام ده متغير؟ طالما انا هنا بديله القيمه يبقى ازاي متغير؟ كده شيء مش منطقي. لو كل ديفولبر هيكتب القيم بتاعته تمام وخلاص على كده ومفيش اي امكانيه ان الاند يوزر يعدل عليها، يبقى اذا كده ما يبقاش اسمها متغير. المتغير المفروض ان الاند يوزر هيبدا يعدل ايه، يعدل عليها براحته. تمام، تعال نشوف مثال. لو انت مثلا بتستخدم الاله الحاسبه، الاله الحاسبه بتفرض عليك ارقام انت بتكتبها، يعني بتلاقي كده على الشاشه انت بتدوس على اي زراير فبتديك ارقام على الشاشه هي عارفاها، يعني بتكتب لك مثلا 2 زائد 2 يساوي 4 وانت اساسا عاطيها 5 زائد 5. الكلام ده طبعا مش بيحصل. ان المفروض ان المتغير ده بيتغير حسب الايه، الاند يوزر او المستخدم النهائي للتطبيق. تمام، وعشان كده سموها متغيرات. زي مثلا وانت بتدخل بسجل دخول في موقع، فوانت بتكتب اسمك غير اسمي غير اسم اي حد تاني، تمام، بيتخزن في المتغير ده. هو في متغير نصي بيشيل اسمك تمام ويبدا يعمل عليه بقيه الكود وهكذا. لما اجي انا ادخل اسجل نفس المتغير برضو بيروح يشيل اسمي وهكذا، ويشوف اليوزر نيم ده عنده في قاعه البيانات بتاع الموقع ولا مش عنده. تمام، طيب وهكذا في اي ايه، في اي تطبيق. تعالوا نشوف الكلام ده قبل ما نجرب على الاند يوزر. تعالوا ناخد الجمله تريس، خدناها قبل كده. تمام، تريس دي بتطلع لي ايا كان اللي جواها في ايه الاوتبوت. فاكرين لما كتبنا تريس ذس از اكشن سكريبت؟ النهارده هنكتب تريس بس مش هنكتب مصطفى عيد، هنكتب ماي نيم، بس هننادي على المتغير. اللي احنا عملناه هنا احنا عرفنا المتغيرات بس ملهاش اي لازمه، احنا حجزنا لها مكان في الذاكره وما استخدمناهاش. هنستخدم مثلا فهننادي على الاسم بس، ملناش دعوه ولا بنوعه ولا بقيمته، لا احنا هننادي على ايه، هننادي على الاسم. تعال نعمل كنترول انتر، هتلاقي ظهر لي ايه، ظهر لي في الاوتبوت مصطفى عيد زي ما انا كتبت له في ماي نيم، خلاص، اللي هو اسم الايه، اسم المتغير اللي هو ماي نيم قيمته مصطفى عيد. خلاص، تعالوا بقى كده عايز اعمل كلير للاوتبوت، كليك يمين كلير خلاص. طيب هنعمل هنا على الستيج، هغير لون الستيج بتاعي، هخليه وليكن مثلا بروبرتيز، هخليه اي لون كده مختلف شوية. تمام، هجيب نص، النص ده هخليه دايناميك. تمام، هخليه يظهر في المنطقه دي. تمام، مش هكتب فيه اي حاجه، هدي له بس انستانس نيم، هخليها ريزلت. تمام كده. طيب هعمل هنا نص تاني ولكن هخليه انبوت عشان نجرب الكلام اللي بيحصل. تمام، نشوف بس كنترول زد الانبوت، نعمل input هنا، هنسمي ال input ده num 1، هنعمل واحد تاني هسميه هنا num 2 اختصار number يعني. تمام، هعمل زرار، اي زرار خلاص زي ما اتعلمنا ب اف 8 هحول لبطن، البطن ده هسميه جيت. تمام، طيب هدي له انستنس نيم باسم مثلا ايه، جيت ريزلت. اوكي، طيب ممكن اكتب عليه اي نص بس ده مش قصتنا يعني. خلاص، تعالوا بقى نشوف انا هستخدم الكلام ده ازاي. طبعا انا حطيت الحاجات دي جوه طبقه الاكشنز، فانا هاخدهم كلهم كات كنترول اكس، هروح طبقه جديده
خلي طبقة الأكشن فوق، وهنا هعمل كنترول شيفت في يعني لصق في المكان بيست ان بليس. تمام كده احنا جهزنا اماكن نكتب فيها اسماء، نكتب فيها مثلا الاند يوزر للنم 1 ونم 2 وللريزلت والبطن، ونكمل الدرس القادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.